بسرعة تحركوا شباب، يلا بسرعة. جميل ساعدني. يلا جميل. هاكان هاكان استحمل كمان شوي، استحمل شوي بس يا اخي، استحمل يا سبع. طيب استحمل. الباب هاكان هاكان اطلع يلا. استعجل يلا 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 هاكان. جميل أنا رحت. لوين يا أخي لوين؟ ابنك عاصم ناطرنا، ناطر تيابه، رح يقرأ القرآن ونحن حنسمعه وحنضيف ضيافة مرتبة. جميل أنا بكفيني وصلوا تيابه ويروح. أوعدني يا جميل أوعدني. ماشي يا أخي ماشي. حنروح من هون على محل تياب، ومن هنيك كمان حنروح على الجلسة. تمام؟ أنا بدي روح على القبر بس كرمال الله علمه لابني، علمه كرمال ما يوقع مثل هدول ويقدر يحاربهم بعلمه. هاكان أخي رح موتوا وخلصونا. خلصوا من الجبال والطرقات وبلشوا يسووا كمين هون. شو هالقصة يا أخي؟ يا شو هالناس؟ كمين غادر بهالهجمات المفاجئة، عم يحاولوا يعلموا على الشرطة وينرفزوهم. ايه ونحنا كمان ما عم نشتغل مثل المفروض نشتغل. ما لازم نترك الساحة لو شو ما صار، حتى لو نحنا اللي ربحنا ما لازم نترك الساحة، ما حنتراجع خطوة واحدة لورا. تراجع وانسحاب، انت شو عم تقول؟ انا بهجم وما بسأل حدا، انت بتعرف هالشي كتير منيح. ان شاء الله بس يكونوا الشباب اللي هنيك لسه محافظين على موقعهم. ان شاء الله. شو هالزحمة يا أخي؟ بدنا لبكرة نخلص من هالزحمة. يلا كارلوس استعجل، يلا ما عاد نلحق، يلا بسرعة. أخي أنا بدي استعجل، شو؟ مليان سيارات، كيف بدي أمشي؟ خلص أنا عرفت شو لازم أعمل. جميل انت خد سلاحك وخلص حالك وجيب له الثياب لابني بسرعه. يا من نروح على حفله ابنك سوا او على الموت مع بعض، فهمت علي؟ ما في خيارات. جميل خلص انت روح. جميل لسه معي رصاص، بقتلي كم واحد منهم كمان. قلت لك روح. جدي ابي رح يلحق يجيب لي الثياب لهون. رح يلحق على الوقت ويجيب لك ياهم، انت لا تاكل هم ابدا. يلا روح لعند رفقاتك هلا. ماشي جدي.
اطفوا لي السيارة لشوف. ليش وقفوا الرصاص؟ الكروع. اصبر شوية. طيب ماشي. رايحين سوا من هون. ماشي ماشي. لا إله إلا الله. يا أخي. يلا جهزوا حالكم أنت وياه. جهزوا حالكم يا كلاب. وصلوا الشباب يا أخي، وصلوا لهون. جد رح ننفذ كلياتنا إن شاء الله. يا قليلين الشرف. طمنوني كيف وضعكم هلا؟ أنا منيح بس صديقي متصاوب، وضعه خطير. طيب، أنتوا خلوكم متخبيين منيح، لا تخلوني كشفوكم. علم سيدي تمام. جميل، روح أنت. اصبر يا أخي. وينكم؟ تمام تمام خلصنا المهمة، الحمد لله على السلامة. أخي عاكف، بيع عنكم شي ضباع. معلم، صباع هن اللي كسبوا، ضباع ماتوا. كارلوس، شو الأوضاع عندك؟ مشي الحال، أثبتنا وجودنا. مو بإيدهم، غصب عنهم. الحمد لله على السلامة شباب جميعا. يلا، يعطيكم العافية شباب. تحمل يا أخي. صبور صبور. الحمد لله على السلامة. رفيقي متصاوب وحالته خطيرة، رح روح أعطيه التياب لعاصم أحسن ما أتأخر. ماشي يا أخي. إيه. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. شو اسمه؟ هاكان. هاكان؟ هاكان؟ خليك معنا أخي، أنت رجال عن حق وحقيقة. كنت عم تضحي بحياتك لتحمي رفيقك، كان ممكن تموتوا اتنيناتكم. أنا مستعد موت وما أتركه، الروح والمال كله في ده أخي. تمام تمام، هاي سيارتي إسعاف وصلت ورح تنفذ بإذن الله. وأنت لأنك ما هربت، نحن الحمد لله لحقنا على الوقت. الله يديم عليك قوة هالقلب يا معلم. أخي، ابن أخيها كان عنده مناسبة مهمة اليوم ولازم وصله التياب لعنده. ايه منوصلهم؟ راح نوصلهم ما تاكلها. ابني عم يستناهم. هاي هي وصلتي. هاكان هاكان هاكان، اصبر كمان شوي وراح تشوف ابنك ان شاء الله. خليك معه ليوصلوا. ماشي. وانت تعال معي لو سمحت. بامان الله، انا حالحق يا اخي. لا تشيل هم شي اخي، راح يوصلوا التياب ابنك على الوقت ان شاء الله.
عمو جميل، وين البابا؟ عنده مهمة ضرورية ورح يجي إن شاء الله. عاصم، أنا عاكف. أبوك قال لي إنه أنت بتقرأ القرآن منيح، فأنا حبيت إجي لهون وأسمع. بسيك هدول، أبوك بعت لك يا هون. يا سلام، وجداد كمان. يلا روحوا البسون بسرعة. روح يلا. شو القصة يا جميل؟ احكي لي كرمال الله. عمي، أنا من فرقة العمليات الخاصة. من نص ساعة صار تبادل لأطلاق النار. كمين غادر. وأخونا كان قد المهمة وأكثر. بس للأسف تصاوب وهو بالمشفى هلأ. عمي هكان، لازم نتماسك مشان عاصم. أوه، لا بقيل لك كتير وعلى قياسك تمام. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد